لا وجود لمشكل بين الجزائر والمغرب يتعلق بتصفية حسابات مثلما تردده مزاعم لأوساط حاكمة في المغرب، بل المشكل يكمن بين الشعب الصحراوي وسلطات المملكة المغربية. تصريحات أطلقها رئيس البرلمان الجزائري محمد العربي ولد خليفة في لقاء بوفد برلماني نسوي جزائري في ختام زيارته لمخيمات اللاجئين الصحراويين، وجدد موقف الجزائر بدعوة السلطات المغربية بضرورة الاعتراف بتقرير الشعب الصحراوي لمصيره وحده دون ضغوط من أي طرف كان. وعلى صعيد دعم القضية العادلة للشعب الصحراوي، أكد ولد خليفة بأن الجزائر ستواصل جهودها لاسترجاع الصحراويين لحقهم المسلوب وحقه في تقرير المصير دون تردد بحكم الأخوة والجوار. وتعتبر الجزائر قضية الصحراء الغربية المحتلة قضية تصفية استعمار، وهو موقف مكرس في المواثيق الدولية، في حين يراه المغرب تحدياً له باعتبار الصحراء الغربية إقليماً من أقاليمه الجنوبية، ويحاول من خلاله بسط سيطرته وفرض سياسة الأمر الواقع على الشعب الصحراوي.